وين تفتحوا القطاعي على طول؟ شغال اونلاين بس جاي اجيب هنا لاولادي. والله بجد الشغل حلو جدا وبيخاف عليهم البامب ده هديه. تمام. هتخسر كتير لو ما جيتش هنا ما احنا من الناس وحاسين بالناس. ما هو انا من الناس وانا جاي من القمر يعني. يا ريت كل الناس تيجي حتى يعني محافظين على صحه الناس حضرتك بشكل افضل. استقبال الناس اللي عندك للامانه بسم الله ما شاء الله. باجي هنا على طول. طب الحمد لله. مش اول مره. مبسوطه جدا انا عرفت المكان ده. احنا اللي مبسوطين اكتر والله. الناس كلها بجد ييجوا يشوفوا المكان ويشوفوا عروضكم الناس الحياه يعني. المكان هنا من احسن الاماكن اللي دخلنا تعاملنا فيها. يا ريت اي حد فيهم زي زي الفل واسعار جميله جدا والخدمات ممتازه ان شاء الله. احنا مستمرين معاكم الاسعار فوق الممتازه المكان بي. بما ان انا كنت بشتري الحاجات دي من بره فانا عارف اسعارها عامله ازاي. عروض فعاله احنا خدنا منها انا واختي. المكان كده مريح وانت داخل. بسم الله ما شاء الله الله اكبر. ال ال فرشة كبيرة. ربنا يعزك. اللي انتوا بتقولوه على الصفحة بنيجي نلاقيه ونلاقي احسن حقيقة. علشان الناس اللي بتقولك لو رحتوا مش هتلاقوا حاجة من اللي بيقولها دي. ما شاء الله. لا والاسعار ممتازة. العروض عروض حقيقية فعلا ومميزة فعلا. انا جيت هنا اتعلمت حاجات. يا ريت. انا من اسيوط. اسيوط وجاي لحد هنا. ما شاء الله ما شاء الله يعني الحاجة مفيش احسن منها. ربنا. بصراحة ربنا يبارك لكم. يا ريت الناس كلها تعمل زيك. ربنا يعني. بتدخل مكان انت مرتاح نفسيا. الماركات فوق الممتازة والحاجة الحمد لله مشرفة. الخامات جميلة جدا. تعامل ناس محترمين. زائد اهم حاجة قرفة الشغل ما شاء الله جميلة جدا. الاسعار ممتازة. شغل نضيف الحمد لله. الناس اللي شغاله هنا كلها بتصلي وبتاعت ربنا الحمد لله. الناس اللي موجودين متعاونين جدا وبسم الله ما شاء الله التشكيله كلها كويسه ان كان الاولادي او الشبابي او الرجالي والاطفال من ناحيتين انت عارف. دايما التعامل في احترام. اديك يا استاذ محمد جنرال الاناقه. ربنا. تجربه يعني برشحها لاي حد دايما. ربنا. ملتزمين وما شاء الله عليكم الحاج. وبتهتم قوي بالعميل وبتهتم بظروفك. الشباب كلها زي الورد. ربنا يبارك لك. ناس محترمه واسعار في متناول الجميع وكل تشكيله مميزه فيها تشكيله رائعه. ما شاء الله اكبر. فرشه كويسه وان شاء الله ربنا يجعل الموسم كتير عليك يا عم محمد ان شاء الله. لان انت هتتعامل مع ناس محترمه جدا ومميزه جدا بتراعي ربنا وشغلها. بتخاف على المكان وبتخاف على الزبون اللي داخل. لا بجد الشغل حلو والاطفال جميل جدا. بسم الله ما شاء الله الحاجه ممتازه. ربنا. دي سبع مرة. طيب. الاهم من كده السعر حلو. منظم بطريقه يعني تخليك مرتاح وانت بتتفرج مش بتحتاج تعمل مجهود علشان خاطر توصل للحاجه اللي انت عايزها. والرجالي برضه جميل قوي. لا حاجه تشرف فعلا. فبصراحة التعامل فوق الممتاز. الحريمي المرة دي متوصي بيهم شوية. بصراحة كل حاجة ما شاء الله عليكم ربنا يكرمكم. فيها اهتمام بكل الأصناف. بجهز عروسة من عندك. ربنا يحفظها ويخليها. الذوق عالي. بس أسعارنا تستحق المشوار. أكيد. بجد. عموما تشرفتينا ومكانك وتحت أمرك في أي وقت. الأوفرات حقيقية. البضاعة جميلة قوي. بحلع. عشان كده أنا متعمد أصور معاك. ان ما شاء الله يعني ان انت بتجري على اكل عيشك زي حالتنا كده وجاي من البحر الاحمر عشان تستفيد بالعروض بتاعتنا. الفرشه دي رشته حلوه. الناس هنا ناس محترمه جدا. في التنظيم ممتاز. لا الاسعار حلوه والمعامله كويسه. يعني كل الاذواق موجوده يعني. لا بامانه كويسين. عايزه قطعه واحده بيقلب لي الدنيا عليها يجيبها. ربنا يجازيك خير. هي دي اهم حاجه بقى الدعوه اللي طالعه من القلب. انا عارف ان احنا ناس محترمين اللي هنا والله. والصف 10 على 10 دي احسن ميزه كمان من الصف تحت امرك في اي حاجه. ربنا. حاجه جميله جميله والمعامله هنا يا اخي تمام والله. اتعرف ربنا يعزك. عايز اقول للناس حاجه والله العظيم الكلمتين دول انا مش مرتبهم. لا محدش مجبر ومحدش انا كنت قاعد في مكتب يقول كذا. ربنا يعزك. الناس عارفانا وعارفه ان احنا مش بتوع الكلام دوت. ربنا يبارك فيك.